استسقيت كليسية انت بفلاوس هو مارو اسمه يروفيت كاتدرا انتيني ابرزفيتيروس جي افكو نوم اتيوتي مبريتنا نيسو افينا فنجينيت سوتو نو اف اي او نو افور كنجيب شوشو اني خوم انيسي جين سوك بفويف شايني كاتا التكسيس ملشي سيدي شو يسوي نام ممكن يوتي سوى من بطري أرشيز بابا باتا وغرز بما إسنا من بني يوتي الطيوت نيبس كوبس أبا يوانيس من بني يوتي نيبس كوبس أبا يوانيس إب شو يسفي يا ريبتين أون خليلويا خليلويا إيسوس بخريستوس إفشيري إمام نوتي أفشوب تفقي جن بيتو إن طابور اللي كنت اوتي مفنوتي ايش اوتي مبفانجيليون ايس اواب از ماروت انجيب يسنيو خن افران مبشو يسن تاني قوم كيري افلو جيسون اكتو كاتا ماركو ناقي ويفانجيليو تو انا غنوزما صاسي كيري من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين أساساته في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صهيونا الأم صهيون تقول أن إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي أسس إلى الأباء مبارك الآتي باسم الرب إله القوات فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندما أنك أنت والكائن إلى الأبد على طقس ملكي صداك يا ربنا يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي المكرم البابا المعظم الأنبا تودرس الثاني وشريكك في الخدمات الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيقول الرب يحفظ لنا حياتكما أمين باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد دائما إلى الأبد أمين وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا مثل الثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك وظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع فحينئذ أجاب بطرس وقال ليسوع يا رب جيد أن نكون هنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة
ولإيليا واحدة، لأنه لم يكن يعلم ما يجاوب به، لأنهم كانوا مملوئين رعبا وكانت سحابة تظللهم، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني حبيبي له اسمعوا. فنظروا بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم، وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروه إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. فحفظوا الكلمة لأنفسهم وصاروا يسألون بعضهم بعضا: ما هو القيام من الأموات؟ فسألوه قائلين: لماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجابه وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرزل. لكن أقول لكم إن إيليا أيضا قد أتى، وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه.